السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم ده بتقنية الفرنش كاتنج. يلا نبدأ. أول حاجة هختار الحجر الكبير من جيم لودر، هختار برنسس مقاس 7، ومن الفرونت هقيس مقاس 2 علشان أحدد نهاية البرونك. بعدين تعالوا نعمل البرونك، هرسم كيرف بالمنظر ده. بعدين ريبيلت ونعمل بايب 1.5. هحرك النقط شوية بعدين نعمل روتيت للخط 45 درجة. ونعمل ميرور في اتجاهات الاكس والواي. هحرك النقط علشان الفتحة من تحت. بعدين فيلت ايدج هاجي من التوب وهرسم مربع راوند من السنتر. لغاية هنا. بعدين أفصد 1.6. ومن البرسبكتيف هنزل الكيرف ده. بعدين لوف. ونعمل اكستراكت ايزو كيرف من المد كده. بعدين اوفست سيرفيس 1.2. وعلشان تكون ثابته ان الانترسكشن هنا مساحته صغيره، هحط كوره صغيره هنا بعدين ميرور في الاربع اتجاهات. ونعمل ريبيلد للكيرف ده. هرص الاحجار باستخدام جيم اون كيرف ونختار الكيرف واختار اوبجكت وادوس على السيرفس علشان الاحجار تنام على السيرفس. نحدد مقاس الحجر 1.2 والمسافة ما بينهم 0.1 واسحب الكورة دي علشان اكمل الشكل. هحتاج حاجة صغيرة انزل الاحجار تحت السيرفس 0.4 بس كده. بعدين هختار channel builder
نختار الأحجار، هخلي الويث 45 والهايت زي ما هو، والأوفسيت 0.4 زي ما انتم ملاحظين كده. التشانل مغطية الأحجار من تحت كلها، دوس اوكي. بعدين بوليان ديفرنس، هنيجي بعد كده هختار مايكرو برونج كاتر، نختار الأحجار، ممكن من هنا أختار البروفايل أو أختار ستايل جاهز من الستايلات دي، هاخد ده هغير فيه بس شوية، هخلي الدروب بوينت 2 كفاية، وهنا واحد علشان يكون مستقيم، وهنا زيرو، والهايد واحد. وهشيل البند، في ناس بتعمله وناس لأ زي ما تحب، انا الشكل عندي مايل فمش محتاج بند، والهايد زي ما هو بس كده، ونعمل بوليان ديفرنس. اخر حاجه هختار جيم كاتر لايبراري، ونختار الشكل ده، المهم تعمل سكيل 75 علشان يفضل البرونج مغطي الحجر، وممكن تفرغه للآخر أو مجرد تحديد، وفي الإنتاج بيفتح تحت الحجر. ونعمل بوليان ديفرنس بس كده، وبكده نكون خلصنا النهاردة، والفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل الخاتم مع بعض. وبكده نكون خلصنا، فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقول لنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.